Bonjour. Dans cette séance, on va continuer toujours avec l'exercice numéro 1 concernant les fichiers. Donc, après la procédure de recherche d'un livre par titre traité la séance passée, on entame maintenant la question 5 de cet exercice. Donc, dans cette question, on va écrire une procédure qui permet d'afficher la liste des livres dont le titre contient un mot clé donnée. Donc, je vais expliquer la question. Donc, alors, écrire une procédure permettant la titre d'afficher. Donc, un affichage. L'affichage, toujours l'affichage, l'affichage sur l'écran. L'affichage de quoi? On affiche sur l'écran la liste des livres. Les livres, مفتاحية. دونك هنايا واش راح نديرو؟ دونك عندنا لا ليست نتاع لي ليفر نتاعنا اللي راهي مسجله في الفيشي نتاعنا. دونك واش راح نديرو؟ راح نديرو اي بروسيدور. واش دير؟ تطلب من المستعمل يعطيكم ان مو كلي، لانه هنا واش قال لنا كونتيا ان مو كلي دوني. تطلب من المستعمل يعطيها ان مو كلي. بعد هاد لا بروسيدور واش دير؟ تروح للو فيشي كامل تحوس فيه اسكو كاين دي ليفر في عنوانهم كاين هاد لو مو كلي. باغ اكزومبل انا نحوس على كلمه بيولوجي. تروح هي الفيشي نتاعنا كامل وين تلقى كلمة بيولوجي في العنوان تفيشي الكتاب كامل بمعلوماته، الكود تاعو، لو تيتر تاعو، لوتير، لو نومبر باج اكسيتيرا. دونك هنايا كأن راح نديرو اون بروسيدور دافيشاج، ولكن لافيشاج تاعنا حيكون بشروط. مانيش احنا فيشي لي ليفر كامل اللي كاينين في الكتاب، احنا فيشيو لي ليفر جوست اللي عندهم كلمة مفتاحية اللي عطاها لكم المستعمل في العنوان نتاعها. Donc, pour expliquer l'algorithme ou la procédure, j'ai préféré de faire l'exécution manuelle, c'est mieux. Donc, la procédure ou la question l'exercice. Donc, on va afficher la liste des livres qui ont le titre, le mot-clé, le mot-stermel. Donc, la procédure, une procédure d'affichage, on va appeler la procédure de recherche. Un mot-clé dans un titre. مش معنا نلقاو ونقولوا سي بون، هنا لازم نفوتوا على لو تيتر نيميرو 1 باردون على لو ليفر نيميرو 1 نشوفوا كاين في لو تيتر نتاعو الكلمه اللي عطاها لكم مستعمله. اذا وي واش نديروا له؟ نافيشيو. اذا نو ما نافيشيوش. نفوتوا للثاني، اسكو في الثاني عندنا الموكلي في التيتر اللي عطاها لنا المستعمله؟ اذا وي نافيشيو، سينو نفوتوا للثالث. دونك هنا واش رانا نديروا؟ دونك هنا رانا نديرو في ان باركور سيكونسييل من اول ليفر ولا من اول اليمون في الفيشي نتاعنا حتى نهايه لو فيشي. وهنا ماناش كيما في الريشيرش اللي هي الالغوريتم اللي درناه في الحصه الماضيه، انه معنا نلقاو التيتر نخرجوا هنا. لا، كل ما نلقاوه هنا في شيو، ما نلقاوهش نفوتوا اللي بعده. دونك هنا نجربوا ان اكزامبل. دونك مادام قال لنا افيشيو لي ليست تاع لي ليفر اللي في عنوانهم ان مو كلي، شكون اللي عطاه لكم؟ دوني باغ كي باغ ليتيليزاتور. دونك هنا واش راح نجيو نطلبوا من المستعمل يعطينا ان مو كلي. دونك باغ اكزومبل يعطينا هو مو كلي بروغراماسيون باغ اكزومبل. اسكو عندكم في لي هنا بروغراماسيون؟ دونك انتم واش راح ديروا باش تعرفوا الهدف برك من هذا التمرين؟ انتم تهزوا كلمه بروغراماسيون هذه وتروحوا للليفر الاول، كاينه كلمه بروغراماسيون؟ نافي شيلوا الليفر كل معلومات. نزيد نفوت للثاني، كاينه كلمه بروغراماسيون؟ ما كانش. نفوت للثالث، كاينه كلمه بروغراماسيون؟ ما كانش. نفوت للرابع، كاينه كلمه بروغراماسيون؟ وي نافي شيلو. نفوت للخامس، كاينه كلمه بروغراماسيون؟ نافي شيلو. نفوت نوصل اند اوف فايل نخرج. دونك هنا ماهيش كيما الريشيرش الاخرى، مع لقينا في البدايه خرجنا، هنا لازم نكمل. دونك نبداو مع بعضنا. دونك هنا عطانا المستعمل موكلي، دونك نسجلوه في فاريابل شان دو كاركتير، التيب تاعها شان دو كاركتير. دونك واش راح يكون؟ واش راح تهز هاد لا موكلي؟ راح تهز لا شان دو كاركتير اللي عطاها لك المستعمل اللي هي بروغراماسيون. دونك ابخي واش لازم نديرو؟ دونك انا هنا نسيت باك ما حكيتكمش على لي طاب تاع لوفيرتور نتاع لو فيشي نتاعنا. دونك الفيشي نتاعنا هنا اسكو راح نموديفيو فيه؟ راح نكتبو فيه؟ نو، هنا راح نفتحوه كيما لا بروسيدور اللي فات تاع ريشيرش. راح نفتحوه جوست بور لا ليكتور. دونك نديرو لوفيرتور تاع نوتر فيشي بور لا ليكتور باستعمال الار اللي هي ريد. نبداو مع بعضنا. دونك بعد ما عطانا المستعمل لا بروغراماسيون، حنا واش راح نديرو؟ حنا فيش احنا واش راح نديرو؟ راح نقراو ليفر بار ليفر ونشوفوا شكون اللي عنده لو مو كلي بروغراماسيون في التيتر تاعو. دونك نبداو مع بعضنا. دونك حنا واش قلنا؟ قلنا في لو فيشي
عندنا دو اكسي، عندنا اكسي سيكونسييل وعندنا اكسي ديريكت. هنا اسكو لازم نفوتوا على الليفر كامل ولا ديريكت نروحوا لليفر معين؟ هنا لازم نفوتوا على الاول والثاني والثالث والرابع والخامس حتى نوصل نهايه لو فيشي. دونك هنا نقول دونك اون في طون كو نوت اند اوف فايل بيب. دونك شوفوا معنا هنا طونك واش راح دير لنا، حد لنا لو باركور سيكونسيال ليني بار ليني دو نوتر فيشي جوسكا الاند اوف فايل تاع لو فيشي تاعنا. انا جوست حابه نفكركم حاجه، انه طونك واش يلزمها؟ يلزمها الانيسياليزاسيون تاع الفاريابل تاعها. شكون هو الفاريابل هنا اللي كاين في الكونديسيون؟ هو بي بي بوك تتصرا لها الانيسياليزاسيون. هنا الانيسياليزاسيون تاع بي بوك تتهز القيمه الابتدائيه تاعها، كي نديرو اوفرير بيب ونديرو ليكتور اللي هي في اللونجاج سي واش قلنا عليها اللي هي اف اوبن، نفتحوا الفيشي نتاعنا اللي اسمه الفيزيك وشي هو اللي اسمه الفيزيك هنا جوست بوغ باش تتفكروا برك هذو المعلومات. ونفتحوا الاسم تاع لو نو فيزيك نتاع الفيشي نتاعنا، نفتحوه من اجل القراءه. قلنا نديرو كيما هكا دونك عندنا من اجل القراءه. دونك من اجل القراءة دونك وبيب تهز لا فالور نتاع الاف اوب. نجيو هنا دونك هذه هي الانيسياليزاسيون تاع البيب، هذه هي الكونديسيون نتاع لا بوكل تاعنا متعلقة بالبيب. وين تصرى لانكريمونتاسيون تاع البيب؟ كيفاش نقول انا البيب روح فوت بوسك انتوما كديروا لوفرتير تفتح الفيشي بوينتي ديراكتومون على لين الاولى اللي كاينه في الفيشي نتاعنا. دونك كيفاش ينكريمونتي من لين الاولى للزوجه للثالثه؟ دونك هنا واش قلنا؟ كي نقراو السطر هذا اوتوماتيكمون ينقز الكورسير للسطر الثاني يفوت للثالث الرابع حتى نوصلوا لافا دو فيشي. دونك هنا كي نجيو لي طونكو واش لازمنا نديرو؟ دونك الكيرسر تاعنا هنا واش يلزمنا؟ يلزمنا نقراو السطر الاول اللي موجود في لو فيشي. السطر الاول اللي موجود في فيشي دونك لازمو فاريابل يريكوبيري. دونك كيما درنا في الحصه اللي فاتت الالغوريثم تاع لا ريشيرش درنا لير من بيب واش نهزو نقراو لا ليني كامله نحطوها في لوجيسترمون تاعنا ال. دونك هنا ثاني لازمنا نديكلاريو ال كوم ان نو اون ريجسترمون. دونك ميتنو ليفر نتاعنا واش راح تكون فيها؟ راح تكون فيها السطر هذا. دونك واش راح يدير لا بروسيدور نتاعنا؟ دونك هذا السطر وعندها دونك اسكو تافيشي هاد لينيا. دونك كيفاش تعرف هي تافيشي ولا مش تافيشي؟ تسمى لازم تروح للشون تيتر ال بوان تيتر واش تفيريفي دو فيريفي اسكو اللي اكزيست في محتواه كلمه بروغراماسيون. دونك واش هي لا بروسيدور اللي درناها حنايا سواء في الريشيرش في الحصه الماضيه هضرنا عليها قلنا انها تحوس اسكو توجد شين دو كاركتر ثانيه في وسط شين دو كاركتر الاولى. هي لا فونكسيون اللي حكينا عليها هي في لونغاج سي هي اس تي ار اس تي ار. دونك في الالغوريثم واش نقولوا؟ نقولوا سي ال بوان تيتر اذا كان ال بوان تيتر يساوي مو كلي، او بطريقه واحده اخرى واش نقولوا؟ سي اس تي ار اس تي ار نعطيها دو شان دو كاركتر كيما شرحت لكم في لو تي بي. نعطيوها شان الكاركتر الكبيره تاعنا، شكون هي الكبيره؟ هي ال بوان تيتر. نعطيوها شان دو كاركتر الثانيه اللي نحوسوا عليها في وسط شان دو كاركتر الاولى واش هي؟ هي مو كلي. اذا ردت لنا هذه اذا كانت تساوي نيل واش معناها؟ معناها التيتر ما يساوي معناتها بروغراماسيون ما كانش في ال بوان تيتر. اذا كانت لا تساوي نيل واش معناها؟ معناها رانا لقينا كلمه بروغراماسيون في لو تيتر نتاعنا. نجربوا هنا نشوفوها. احنا واش عندنا؟ عندنا موكلي واش فيها؟ موكلي تاعنا واش فيها؟ فيها بروغراماسيون. عندنا ال بوان تيتر واش فيها؟ فيها لا شين دو كاركتر بروغراماسيون او سي، وما ننساوش بلي راهم دي شين دو كاركتر. دونك واش راح دير اس تي ار؟ اس تي ار راح تهز لا موكلي لو موكلي بروغراماسيون وتبدا تفيريفي اسكو راه كاين في ال تيتر ال بوان تيتر او بيان نو. نشوفوا مع بعضنا حنايا اسكو بروغراماسيون موجوده في ال بوان تيتر
وي موجوده. دونك هنا واش راح ترد لنا الاس تي ار سير؟ ماشي راح ترد لنا ان فاريابل نيل، راح ترد لنا ان فالور ماهيش نيل، وتمد لكم الطاقه اللي راهي مشتركه اللي هي كلمه بروغراماسيون. دونك في السطر الاول لقينا بروغراماسيون، واش نديرو؟ هو قالنا افيشي لا ليست دي ليفر اللي يكون في لو تيتر نتاعهم كلمه بروغراماسيون اللي هي عطاها لنا المستعمل. دونك واش راح نديرو؟ نافيشيو سيغ ليكرون لي زانفورماسيون تاع الليفر. كيفاش نافيشيوها؟ دونك نديرو اكرير كما شفنا في الالغوريثم هنا، اكرير لونجسترومون ال سيتادير في ليكرون تاعنا واش حنا فيشيو، واش راح يتافيشا هنايا؟ راح يتافيشا السطر كامل هذايا، دونك لانه يحتوي على كلمه بروغراماسيون. دونك نفوتو اكرير ال. دونك واش حيدير؟ سي بون افيشيناه هذا اذا كان لا يساوي، اذا كان يساوي نيل نفوتو للثاني. دونك نرجعو للطونكو، دونك يرجع الكرسي هنا، واش راح نديرو؟ راح نرجعو للطونكو، راح نقراو في ال فالير جديده، سيتادير دونك ميتنو ال تاعنا جديده، واش راح تولي فيها؟ راح تولي فيها لا ليني تاع لا ليني نيميرو 2. دونك هاي لا ليني نيميرو 2، اسكو نهزو هذه اسكو ال بوان تيتر اللي هي الجبر يوجد في محتواها الكلمه بروغراماسيون. دونك نهزوها هكذا. دونك الموكلي اللي عندنا حنايا هو بروغراماسيون، بصح ال بوان تيتر هنا واش هي؟ هي الجبر، الجبر. دونك اسكو في بروغراماسيون كاين لو موكلي؟ اسكو في الجبر كاين لو موكلي بروغراماسيون؟ نو. اسكو نافيشيو هاد لا ليني؟ نو، نفوتو لا ليني اللي بعدها. دونك نجيو لا ليني بعدها. دونك كي نطلعو اسكو هو واش يدي لكم؟ طونكو ما وصلناش نهاية الفيشي. اسكو في لا ليني هنا وصلنا نهاية الفيشي؟ ما وصلناش. دونك شنو راح نديرو؟ نهزو لا ليني هادي، يهزها يحطها وين؟ يحطها في ال. اسكو عندكم هنايا لو موكلي بروغراماسيون؟ واش يلقى؟ يلقى نو، ما عندناش لو موكلي. دونك ما يافيشيش، يفوت للسطر الرابع. تما في السطر الرابع واش عندنا؟ سيتادير ال هنايا واش حتهز؟ راح تهز هذا السطر. اسكو في لو تيتر ال بوان تيتر عندنا كلمه بروغراماسيون؟ وي عندنا كلمه بروغراماسيون. دونك اس تي ار اس تي ار مش راح ترد لنا ان فالور نيول، واش نديرو؟ لازمنا نافيشيوها سير ليكرون. دونك هاو افيشا هذا السطر الاول. يزيد يافيشيكم السطر الثاني. دونك هنايا نوضحو داك الشاشة نتاعنا. وصلنا للرابع. دونك الكرسر تاعنا دوكا في الخامس، نهزو لا ليني 5 نحطوها في ال. نحطوها دوك في ال. اسكو دون ال بوان تيتر عندنا كلمة بروغراماسيون؟ وي عندنا كلمة بروغراماسيون. دونك هنا واش نافيشيو؟ نافيشيو لا لين كومبليت نتاع هذا لو ليفغ اللي فيه، دونك نجيو هنا اللي فيه كلمة بروغراماسيون. دونك يطلع للطونكو. دونك باش يلقى الكرسير، لقى الكرسير وصل للاند اوف فايل، يخرج من لا بوكل. وبالتالي واش قمنا في هاد لا بروسيدور؟ قمنا ب لافيشاج نتاع لي ليفر اللي في عنوان كاينه كلمه بروغراماسيون. نشوفوا هنا في هذا الليف واش عندنا؟ عندنا بروغراماسيون اون سي. في الدوزيام واش عندنا؟ الغوريثم اي بروغراماسيون. في التروازيام واش عندنا؟ عندنا بروغراماسيون اون جافا. وبالتالي واش صرا هنا؟ صرا انه دارنا لافيشاج تاع اللي معلومات اللي ليفغ اللي عندهم كلمه بروغراماسيون، ما افيشيناش اللي ما فيهمش بروغراماسيون. هنايا كون قال لكم ديروا لي ان بروسيدور دافيشاج سامبل ما فيهاش تافيشي كل ليفر، ما نديروش السي. دونك هنايا حنا لا بوكل درنا ان باركور سيكونسيال تاع لي ليني تاع لي ليفر تاعنا، وحوسنا شكون هو لو تيتر اللي عنده دون dans le contenu تاعو، عنده un mot clé donné par l'utilisateur. Donc voilà la procédure d'affichage des livres dans le titre qui dans le titre contient un mot clé donné par l'utilisateur. Donc la procédure هذه سميتها affichage par mot clé dans le titre. Elle prend en paramètre le nom logique d'un fichier. Donc les variables اللي نحتاجهم هنا، نحتاجو le mot clé اللي حيودهولنا l'utilisateur واللي هو une chaîne de caractères. هنا خيرت 40 caractères. نحتاجو l'enregistrement L باش نقراو معلومات تاع لي فيشي ونحطو نصف غارديوم في هاد لونجسترومون. دونك هنايا سيتين بروسيدور سامبل. دونك هنا واش نحوسو هنا في هاد لا بروسيدور؟ لازم ندومونديو من ليزاتور يعطينا لو موكلي اللي عنده، نقراو لو موكلي في لاشان دو كاركتير موكلي. ابخي الفو اوفغيغ نوتر فيشي اون مود ليكتور، لانه هنا ما نشحن موديفيو، جست نقراو المعلومات اللي فيه.
دونك ابخي هنا درت انا فيشاج دي ليفر كونتيان دو مو كلي المو كلي دونك المو كلي باغ اكزومبل بروغراماسيون سون واش راح نديرو راح نديرو ان بوكل طونكو على واه نديرو ان بوكل طونكو بويسك هنايا راح نديرو ان باركور سيكونسييل دونك نكتبها لكم هنا ان باركور سيكونسييل c'est un séquentiel معناها séquentiel du premier élément jusqu'à le dernier donc mouche le dernier jusqu'à la fin du fichier les real end of file دونك بعد ما بعد ما بوينتينا كي درنا فتحنا لو فيشي ورانا بوينتين في الكورسير على لاين الاولى لازمنا نقراو لاين الاولى من لو فيشي تاعنا ونحطوها في ان اورجسترمون كي سابيل ال دونك ابري واش راح نديرو لازم نروحو للشون تاع ال بوينت تيتر ونروحو للموكلي اللي عطاونا المستعمل ونشوفو اسكو هذا الموكلي اللي عطاونا المستعمل ينتمي ولا يوجد للال بوان تيتر نتاعنا دونك واش هي لا فونكسيون اللي تستعمل هاد اللي دير لا ريغيرش نتاع كلمه في وسط جمله ولا كلمه في وسط شون هي استيار استيار واللي شفناها في لو تيبي اللي فات كي ودرت لكم دي اكزامبل عليها دونك استيار استيار واش تروح دير لنا il cherche est-ce que دونك واش دير استيار استيار cherche si mot clé existe dans L point titre. هذه أسهل إكسبليكاسيون نقدر نقولها لكم. دونك هذه واش دير STR تهز المكلي اللي عطاها لكم المستعمل باغ إكزومبل بروغراماسيون تهز تروح تشوفها في ال L point titre اللي هي باغ إكزومبل بروغراماسيون أون سي. دونك هنا كاين دونك إذا كانت ال STR هذه لا فونكسيون STR STR عندها دو فالور دو سورتي قلنا سوا نول سوا ديفيرون دو نيل اذا كانت نول معناها لو مو كلي ما يمكنش في لو تيتر تاعنا اذا كانت ديفيرون على نول واش معناها معناها كو المو كلي اللي عطاها المستعمل راهو ينتمي لو تيتر نتاعكم حنايا دوكا كي يعطينا كلمه بروغراماسيون وحنا لو تيتر نتاعنا بروغراماسيون اون سي اسكو نافيشيو او بيان نو وي نافيشيو دونك كيفاش نافيشيو لورسمون تاعنا نافيشيو كي نديرو اكرير ال سير ليكرون دونك افيشي لي زانفورماسيون دو ليفر كونتيان لو مو كلي سور l'écran. Donc, les gens affichent aussi l'écran. Donc, on a une autre donnée, les gens affichent l'enregistrement cool. Mais d'abord, on affiche, mais d'abord, on a une quelque de programmation. Au titre de l'effet programmant C, mais d'abord, on a une belle, how le code, how l'auteur, how le nombre de pages, parce qu'il a habillé, il charge le lecteur, ou les stables, ou يقدر يلقى لي زانفورماسيون دونك هذا هذا في حال انه المو كلي ينتمي للتيتر نتاعنا اذا كان ما ينتميش راح نفوتو لو دوزيام ونفوتو لو تروازيام حتى نوصلو لا فان دو فيشي Donc maintenant, on entame directement la programmation. Donc, on a directement ouvert le fichier, on a fait la recherche par titre. Donc, on va changer juste les n, c'est la procédure. Alors, quelle méthode de recherche, on va changer. On va nommer la recherche, on va nommer affichage par affichage par mot clé. Donc, affichage par mot clé. Oui, il y a le mot clé. On va dire comme quel qu'on fait le titre. Donc, on a comme paramètre qui me donne le TD. On a عندها دونك هنا نفتحوها عند دونك عندها لو نو لوجيك دو نوتر فيشي اللي هو بيب نحتاج نديكلاري و نورجسترمون ليفر نحتاج نديكلاري و هنا تروف نحتاجوها اسكو حنا معنا لقاو معنا لقاو في عن لقاو ان تيتر فيه لو موكلي نخرج ولا هنا ما نحتاجوش نكسروا لا بوكل طونك تاعنا نحتاجو نفوتو من الاول للاخر نفوتو عليهم كامل دونك ما عندناش لو شوا دونك هنا ما نحتاجوش لتروف دونك لا شان دو كاركتر اللي سميناها قبل تيتر ايتيزاتور نبدلوها هنا نسميوها موكلي دونك سي سامبل هاد لا بروسيدور دونك هنا الفيشي نتاعنا الفو لوفغيغ بوغ ريد لانه حنا نقراو المعلومات اللي كاينين فيه توجور نقعدو على الفيشي نتاعنا بيبيوتيك انا ديجا راني زاد درت له درت شوي غومبليساج عمرتو شوي بلي ليفر دونك باش نقدروا يكون عندنا افيش باغ اكزومبل كلمه بروغراماسيون انا ياس الكتابات اللي فيهم بروغراماسيون دونك هنا لو مو كلي دونك نطلبوا من المستعمل يعطينا le mot clé après هنا نقراوه مادام راهي شان دو كاركتر نقراوها باستعمال الجيتس دونك هنا سميناها مو
clé. OK. Donc هنا tant que ou la while not end of file and trouve مانيش محتاجين نديرو trouve لان مش محتاجين بوليان باش كسرنا لا بوكل تاعنا. دونك tant que la fiche le file تاعنا ما لحقش ال end of file تاعو. دونك شنو محتاجين؟ محتاجين نقراو محتاجين نقراو السطر اللي راهو بوينتي فيه الكرسي اللي هو السطر الاول نقراوه من الفيشي نتاعنا بيب ونحطوه في ال بوان تيتر دونك لانها شان دو كاركتر لان هنا واش حنستعملوا راح نستعملوا اف جيتس واف جيتس عليها نستعملوها لانه احنا متاكدين باللي شان دو كاركتر تاعنا والسطر تاعنا فيه بلوزيغ اسباس دونك قلنا باللي اسكان اف ما تقلناش لي دي اسباس دونك هنا حنستعملوا اف جيتس واف جيتس باش نتفكروا عندها 3 بارامتر البارامتر الاول هي شان دو كاركتر اللي حيتحط فيها السطر اللي احنا قراوه من لو فيشي دوزيام بارامتر يتحط فيها لو نومبر دو كاركتير اللي حنقراوهم هنا انا حطيت 100 كل واحد يحط 10 واش حيصرى راح تروح واش دير هاد الاف جيت تقرا له غير 10 وتحبس زيرو سي 1 2 3 4 5 9 هنا 10 وتحبس تحسب هذا هو السطر تفوت زيد تحسب 10 وتحبس دونك مش كيما 100 حنا لا علاه ديما نديرو النومبر ماكسيمال باش تقرا لنا حتى الانتي سلاش ان علاه باش كي توصل اونتي سلاش ان تفوت للسطر اوتوماتيكمون اللي بعده دونك هنا ماذا بينا نمدو الانترفال تاع هذا النمبر تاع الكاركتر اللي راح تقراه ماذا بينا نمدو نمبر كبير لانه احنا السطر تاعنا هنا قادر يكون 40 هنا قادر يكون 50 هنا قادر يكون 99 دونك ما نقدرش نقول 40 هنا تقدر تقرا لي السطر هنا ما تقدرش تقرا لي السطر دونك هنا لو بي تاع اف جيتس وش هو تقرا حرف بحرف 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 حتى توصل اونتي سلاش ان اللي هي تقولها فوتي للسطر اللي بعده تحبس دونك هذه هي واش حابتكم تفهموا اليوم دونك هنا في الحصه اللي فاتت بعد ما نقراو كل ليني واش ندير هنا نافيشيها هنا اسكو كل ليني لازم نافيشيها نو هنا راح نافيشي غير لي ليني اللي يكون في محتواهم لو مو كلي اللي عطاني ليتيليزاتور دونك واش نجيو نديرو نقعدو كانت اف اس تي ار ال بوان تيتر واش نحطو نقارنوها مع شكون مع المو كلي اللي عطاهولنا ليتيليزاتور دونك اذا كانت اس تي ار اس تي ار سما واش راح ندير هنا راح تشوف اسكو المو كلي اللي عطاهولنا لوتيزاتور موجود في ال بوان تيتر اذا ردت لنا نيل معناها غير موجود اذا ردت لنا ديفون دو نيل واش معناها معناها راهو موجود اسكو هنا نديرو تروف رسوا زيرو رسوا ان نو هنا واش قلنا كي تكون ديفون دو نيل نافيشيو المعلومات تاع لوجسترمون نتاعنا نجيو هنايا كيفاش نافيشيو لونجسترمون تاعنا اللي هو ال بوان تيتر ال بوان تيتر سي كوا لو تيب اللي هنا سي اون شان دو كاركتر كيفاش نافيشيو اون شان دو كاركتر سوا نافيشيوها بالبوتس سوا نافيشيوها بالبرنت دونك هنا مادام عاد عندنا لابيتود ان نخدمو بالبوتس والجيتس نقدروا نكملوا بالبوتس دونك هنا واش نافيشيو ال بوان تيتر سي تادير هنا واش معناها معناها راح نافيشيو السطر اللي تكون فيه المو كلي دونك هنا كيما قلت لكم تقدروا تخدموا بالبوتس ولا تخدموا برنت اف برنت اف كيفاش تكون لازم ديروا بورسنتاج اس وديروا ال بوان تيتر sauf que واش لازمكم ديروا هنا حاجه دونك تيتر اي ماجوسكول جو بونس نو مينوسكول دونك دوك نشوفو نتاكدوا برك ال بوان تيتر مينوسكول هنا شوفوا معايا برك هنايا في البرا في البوتس راهي تافيشي ودير اوتوماتيكمون روتور على زعما دير اونتي سلاش ان زعما الخطه الجايه تافيشي في سطر جديد بصح برنت اف واش لازم نديروا لها ولا اونتي سلاش ان دونك هذه في حالة لا تساوي نيل اذا كانت تساوي نيل راح يفوت لي بعده اكسيتيرا هنا مانيش محتاجين تستي وتروف وهذا مانيش محتاجينها دونك ممكن نكملو نديرو اف كلوز لو فيشي نتاعنا دونك هنا نفوتو نحتاج نحط هنا لو فيشي بيبيوتيك نتاعي لانه في ريزا فورماسيون نحتاج ندير هنا لا كومبيلاسيون اسكو عندي دي زيرور نورمالمون وي لاني هنايا وي ما ديكلاريتش ما درتش لابيل تاع لا بروسيدور تاعي دون البروغرام برينسيبال توجور ما تنساوش هذا دونك الالغوريثم اللي مدات لكمش بصح سي اوتوماتيك دونك نجيو هنا دونك هذه هي لا بروسيدور تاعنا راح نمدو لها بيب كونفرغيت دونك نديرو لا كومبيلاسيون دونك نو زافون با ديرور ونروحو ليكزيكيسيون دونك هذا الفيشي تاعنا نسحقو لا فينيتر ديكزيكسيون باش نفيريفيو و ونشوفو مع بعضنا دونك نبداو اعطيني اي موكلي دونك هنايا نجربو موكلي هنا نشوف الموكلي راه يتكرر تقريبا ياسر نجربو باغ اكزومبل ماتيماتيك
mathématique. Donc, quel est le vocabulaire qui sort de là? واش نشوف ديجا خرجوا لي دو ليفر دونك سوف هنا انا كنت حاب نحصل لا فيشاج دابور انه واش نقول نجي قبل الوايل تاعي واش ندير ندير برنت اف نقول لي ليفر كي كيما درنا في الالغوريثم كي كونتيان لو مو كلي اللي عطاهنا المستعمل بورسنتاج اش اس واش هو 100 دو بوان دو اونتي سلاش ان المو كلي بورسنتاج اس هذه وينو محطوط المو كلي راهو محطوط في فاريابل اسمه مو كلي دونك هنا برك باش نحسنوا لافيشاج نتاعنا دونك كوم سا ديما لافيشاج يلعب دور دونك نعاودو نكومبيليو نعاودو نكزيكوتيو نرجعو الفيشي اوكي نعود نعطيوه ماتيماتيك دونك واش نشوفو نشوفو كو واش افيشانا افيشانا لي ليفر كي كونتيان لو مو كلي ماتيماتيك 100 شكون هما افيشانا قداش ليفر هنا دونك هنا لانه تطويل السطر قداش ليفر افيشانا افيشانا واحد زوج شكون هما لي ليفر لي افيشاها منا افيشانا الكود سي 002 هذا لانه فيه ماتيماتيك وافيشانا 007 لانه فيه لوجيك ماتيماتيك سي تاني كوا واش دار هذا لا بروسيدور واش دارت راهي فاتت على الاول حوست في التيتر اسكو كاينه كلمه ماتيماتيك لقات ما كانش فات ثلاث ثاني كاينه كلمه ماتيماتيك وي افيشات شكون هي اللي يدير في لا ريشيرش تاع كلمه ماتيماتيك هي لا فونكسيون شكون هي لا فونكسيون اس تي ار اس تي ار هي اللي يدير لكم اس تي ار واش راهي دير اس تي ار اس تي ار واش معناها راهي تروح تحط كلمه ماتيماتيك وتشوف وتشوف اسكو راهي كاينه في الان بوان تيتر نتاعكم ولا السطر نتاعكم هذا هذا واش حابتكم تفهموا دونك هنا ماتيماتيك كاينه في البروغراماسيون اون سي نو ماتيماتيك كاينه في ماتيماتيك ابليكي وي ماتيماتيك كاينه في بيولوجي سيركولير سيلولير اي موليكولير نو ماتيماتيك كاينه في برينسيپ اون بيولوجي نو ما كانش في بروغراماسيون جافا كاينه في لوجيك لوجيك ماتيماتيك دونك هذا هو البرينسيپ نجربو نديرو على فيشاج واحد اخر ونشوفو دونك نجربو كلمه بروغراماسيون دونك تجربو شوفو هنا كون ندير بروغراماسيون بالماجيسكيل اسكو يخرج لي ليبر ما خرج لي والو مالغري هنا عندكم كنت عندي بروغراماسيون عندي زوج هنا رانا ما درناش لو تيست نتاع ماجيسكيل وميني سكيل دونك هادو ما مازال ما نشوفوهم في المستقبل ان شاء الله دونك هناك نديرها ميني سكيل ونشوف واش افيشي لي دونك هنا واش افيشي لي افيشي لي دو ليبر بروغراماسيون اون سي بروغراماسيون جافا ها هو الكود اذا حبيتو استعيروه من المكتبه ها هو لوتير ها هو لاني وهم لي زانفورماسيون نتاعو اون ايساي افيك نوتر اكزامبل دونك هنا واش عندنا عندنا بيولوجي باغ اكزامبل دونك بيولوجي سي تادير ثاني هم افيشينا دو ليبر دونك هذا هو لو برينسيپ اذا عطيناه باغ اكزومبل مون كلي مش حيافيشي لنا واحد اخر مون كلي اي مون كلي واحد اخر دونك باغ اكزومبل ماتلاب دونك ما عندنا حتى ليفر هنا لي ليفر كي كونتيان لو مون كلي يا ريا ايسي دونك هنا المون كلي كل مره يتبدل على واه انا مدارين بورسنتاج اس مدارين المون كلي تاعنا دونك ميرسي